بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض غزة العزة ومن أرض فلسطين المباركة أتوجه بالتهنئة والتبريكات للشعب الجزائري الشقيق بمناسبة حصول المنتخب الجزائري على كأس الأمم الإفريقية في البطولة التي أقيمت على أرض جمهورية مصر العربية. هذا الفوز الذي يعكس أصالة الجزائر وقدرة هذا الشعب على تجاوز الصعاب والتحديات وعلى إعادة البناء لهذا المنتخب العريق الذي هتف لفلسطين هو وجماهيره العريضة ورفع أعلام فلسطين. اليوم أيضا كانت فلسطين مع الجزائر وغزة جماهيرها احتشدت على ساحل البحر الممتد بيننا وبين الجزائر ترفع الأعلام وتهتف للجزائر وتعبر عن مشاعر الغبطة والسعادة والسرور. إن ما حصل اليوم في استاد القاهرة هو تأكيد على أن المدرب الوطني هو قادر على أن يحقق إنجازات. بسم الله الرحمن الرحيم. من أرض نعم، كانت هذه